السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية طلابنا الأحبة، معكم دكتور محمود العلي. إن شاء الله في هذا الفيديو راح نحل أسئلة ليبنكوت على محاضرة الأنتي هايبر ليبيديميك ايجنت، وراح نمر كمراجعة سريعة على أهم المعلومات اللي ركزنا عليها بالمحاضرة. بالبداية أول سؤال شو بحكي لي: Which of the following is the most common adverse effect of anti hyper lipidemic drug؟ وبذكر هاي المعلومة أنا ركزت عليها كثير في الشرح، إنه قلنا لكم the most common adverse effect للأنتي هايبر ليبيديميك ايجنت هي الجاستروانتستينال ديستربنس، أو ممكن يجيب لي إياها نوزيا وفوميتينج وأبدومينال بين، يعني أعراض الجي آي، وهي كانت most common في الستاتين وفي غيرها من الدراج الفايبريتس وغيرها، كان the most common adverse effect اللي هي الجاستروانتستينال ديستربنسز. السؤال الثاني بحكي لي: Which of the following hyperlipidemias is characterized hyperlipidemias، انتبهوا يعني بسأل عن أنواع الهايبرليبيديميا، that is characterized by elevated plasma level of chylomicrons. حكينا إنه الفاميليا الهايبرليبيديميا إحنا كنا نقسمهم ل 5 main type. type 1 كنا نحكي بزيد فيه أول إشي اللي هو الكايلومايكرون، و 5 قلنا بزيد فيها الكايلومايكرون بس معاها اللي بيجي إضافة لإلها اللي هو الـ VLDL. حكينا في عندي اللي هو type 2، الـ 2 كان ينقسم إلى 2 type، type 2A و type 2B. type 2A كان بيرتفع فيها الـ LDL فقط، بينما تايب 2B كان حكينا بيرتفع فيها الـ LDL واللي بحب يجي مع غيره اللي هو الـ VLDL. تايب 3 كان بيرتفع فيها الـ Intermediate Density Lipoprotein، وتايب 4 حكينا كان بيرتفع فيها اللي هو الـ VLDL. هون عن مين بيسأل؟ بيسألني اللي بيرتفع فيها الكايلومايكرون. بحكي لي عنها كمان معلومة إنه ما بتحتاج دراج ثيرابي، وأنا فهمتكم ليش، لأنه قلنا تايب 1 يكفيني فقط لو عملت حمية غذائية وبطلت أوكل أكل في ترايجليسرايد وكوليسترول، راح يقل عندي النيسنت كايلومايكرون والكايلومايكرون بالدم، وراح يقل عندي اللي هو الكايلومايكرونيميا، يعني مستوى الكايلومايكرون في الدم. طيب مين هو التايب اللي بيرتفع فيه الكايلومايكرون وما بيحتاج اي دراج ثيرابي عشان تقلل هذا اللايبوبروتين؟ اكيد هو تايب 1. السؤال الثالث بحكي لي: which of the following drugs decreases cholesterol synthesis؟ طب كيف بقلل السينثيسيس؟ اغلبهم كانوا بقللوا السينثيسيس by inhibiting the enzyme 3 hydroxy مثل glutaryl coenzyme A reductase اللي هو ال HMG CoA reductase. مين حكينا الدواء المشهور الفيرست لاين ايجنت في ال LDL treatment، اول دواء بروح عليه اللي كان يقلل LDL بنسبة 60%، مين هو؟ الستاتين. فهون الجواب بده يكون اي دواء في ستاتين، وقلنا ادوية الستاتين كانت تنتهي بكلمة فاستاتين. فنختار، هل هو فينوفايبريت؟ بتقول لي لا دكتور، الفينوفايبريت ما كان يشتغل هيك، الفينوفايبريت دكتور كان يشتغل عن طريق اللي هو ايش، يزود البابار الفا اكتيفيتي، يزود اللايبوبروتين لايبيز. طيب الكوليستيرامين قلت لي اي شيء فيه كوليست يا دكتور، هذا كان يشتغل على انه يمنع اللي هو البايل اسيد ابزوربشن، فهذا كنا نسميه بايل اسيد ريزن او كنا نسميه بايل اسيد سكويسترنت، وبالتالي هذا مش هو الميكانيزم تبعته. الجيمفيبروزول نفسه نفس الفايبريت ولكن اسمه غريب، هذا الجلف الجيمفي. إذن شو الجواب بده يكون؟ لوفاستاتين. السؤال الرابع بحكي لي: Which of the following non-statin drug that lower LDL most effectively؟ اتفقنا انه اكثر واحد بيقلل ال LDL ال most potent ال most effective في lowering لل LDL مين هو؟ هم ادوية ال BCSK9 inhibitors اللي هم ادوية المونوكلونال انتيبادي لاخرهم ماب، اللي هم ايش؟ اليري كوماب وايفولو كوماب. الايفولو كوماب والاليري كوماب كانوا هم اكثر ادوية potent وبيعملوا لي انهيبيشن في مين؟ في ال LDL اللي هو ايش؟ افكتيفلي. النياسين كان في شيء مميز لإله، تتذكروا الجمله اللي حكيناها؟ النياس اكثر واحد بيرفع الكناس، بيرفع ال HDL يا دكتور، وبالتالي النياسين هو اكثر واحد افكتيفلي بيرفع ال HDL، وبيشتغل مينلي على الترايجليسرايد مش على ال LDL يا دكتور. الكوليستيرامين هذول بايل اسيد سكويسترنت تمام، بطردوا البايل اسيد يا دكتور وبيقللوا لي طبعا الابزوربشن البايل اسيد والكوليسترول والفري فاتي اسيد. الايزي تيمب يا دكتور، قلنا الايزي تيمب هذا بزيت الكوليسترول في اللي هو شو؟ الفيسس. اذا اكثر واحد افكتيف انه يعمل لورنج للال دي ان اللي هو مين؟ الاليريكوماب. طيب بحكي لي: which of the following drugs bind مع البايل اسيد ان ذا انتستين، يعني هذول بايل اسيد ريزن او بايل اسيد سكويسترنت، وبيمنعوا الريتين لإلها بالليفر في انتيرو هيباتيك سيركيليشن زي ما شفنا بالمحاضره. ايش الجواب؟ راح يكون عندي الكوليستايرامين، قلنا اي شيء فيه كوليس هم بايل اسيد ريزنز.
بحكي لي في سؤال ستة. 65 year old man has a type 2 diabetes mellitus. وإحنا قلنا type 2 أصلاً diabetes هو أصلاً risk for secondary cause of hyperlipidemia. بحكي لي رحنا فحصنا له LDL كوليسترول كان عنده 165، يعني LDL عنده مرتفع. بحكي لي يا دكتور which is the best option to lower LDL cholesterol and to decrease the risk for atherosclerotic cardiovascular event in this patient. شوفوا هاي الكيس فعليا لو بدنا نمشيها على الجايد لاين اللي حكت لنا اياها الدكتوره، تمام، فعليا هذا المريض يفترض على الجايد لاين تبعت الدكتوره عنده 0-1 ريسك فاكتور، تمام، والال دي ال عنده اكثر من 160. هون نبلش معاه نون فارماكولوجيكال تريتمنت، احنا بنبلش معاه بالدرج بعد اكثر ويساوي 190. فالكيس على الجايد لاين الجديده مش صح، ولكن كونه هو هون سالني شو الدواء اللي انا بعطيه عشان اعمل لور للال دي ال واقلل الريسك للاثروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز، لو بدنا نختار دواء اكيد ما حختار الا الاستاتين، لانه اتفقت انا وياكم كل الادويه عيال على الاستاتين في اللي هو ايش الال دي ال لورينج، وهو اللي بيوفر لي حمايه من الاثروسكلوتيك كارديو فاسكولار ديزيز، عشان هيك بنعتبره الفيرست لاين ايجنت، عشان هيك هاي الشغله ركزوا لي عليها منيح. ولكن فعليا هاي على الجايد لاين هذا بنعطينا الفارماكولوجيكال، في حال الفيلير اوف نان فارماكولوجيكال تريتمنت بروح بتوجه وبعالجه ب اللي هو ايش الاستاتين. طبعا بحكي لي في السؤال السابع، a 62 year old female with hyperlipidemia، طلع شو عندها، وعندها هايبوثايرويديزم، اصلا هايبوثايرويديزم بيعمل هايبرليبيديميا زي ما حكينا وزياده بالهايبر كوليسترول، وصف لها الدكتور كوليستيرامين وهي اصلا بتاخذ ليفوثايروكسين. حكينا الكوليستيرامين هو نوع من انواع البايل اسيد ريزن، يعني بيرتبط بالبايل اسيد وبيعملها اكسكريشن هي والفات والدهنيات في الفيسز، وقلت لكم واحده من السايد افكت تبعتها انه بتاثر على الابزوربشن وفي الدرج اند اللي هو فيتامين اللي بتصير لها سولابل في الفات، فالدرج السولابل بالفات والفيتامين السولابل بالفات اللي هم الاكيد، تمام، فيتامين هذول كلياتها الابزوربشن بتاثر، وبالتالي انا ممنوع اعطي كوليستيرامين مع ليفوثايروكسين لانه ليفوثايروكسين هو درج اصلا سولابل بالفات. فبحكي لي ايش الادفايس اللي بتنصح فيها هذا المريض تو افويد درج انتر اكشن ما بين الكوليستيرامين والليفوثايروكسين. قلنا لازم نفصلهم عن بعض. كيف بنفصلهم عن بعض؟ انا بحكي للمريض خذ اول شيء دواء اللي هو الليفوثايروكسين على معدة فاضية ساعة قبل ما تأخذ الكوليستيرامين، بنزل الليفوثايروكسين وبصير له أبزوربشن، بعدين تأخذ الكوليستيرامين وبيشتغل الكوليستيرامين وانتهى الموضوع. أو طريقة ثانية، خذ دواء اللي هو الكوليستيرامين وبعد 4-6 ساعات خذ دواء الليفوثايروكسين. المهم نفصلهم عن بعض، لأنه حكينا الكوليستيرامين راح يأثر على امتصاص الليفوثايروكسين، وبالتالي take الليفوثايروكسين 1 hour before كوليستيرامين and empty stomach. بحكي لي في السؤال الثامن، A 42-year-old man was started on sustained-release niacin 2 weeks ago. He reports شو الإشي اللي عنده من side effect. بحكي لي عنده flushing, itching, تمام, and that he thinks it's related to niacin. وبالتالي كونه المريض ماشي على نياسين وصار عنده هاي الأعراض، معناته أنا بتوقع كطالب دارس في الفارما إنه هاي بتصير مع النياسين بسبب زيادة البروستاجلاندين والهستامين، تمام، والبروستاجلاندين خلينا نحكي مينلي اللي بيعملوا فيزو دايليشن، فكانوا يعملوا فلاشينج ويعملوا itching، تمام، وهوتنس زي ما حكينا وومث في اللي هو الفيس والأطراف. طيب شو الحل؟ بحكي لي which of the following can help in manage let this اللي هو adverse effect. باختصار انا طالب فارما شاطر فاهم، فهمني الدكتور محمود انه هذا الاشي بسبب زيادة البروستاجلاندين مينلي والهستامين، فالحل انه لو منعت زيادة البروستاجلاندين هاي راح امنع الفيزو دايليشن وراح امنع هذا الافكت، وبالتالي شو الحل؟ الحل اني انا بعطي دواء من الانسيد. شو يعني انسيد؟ يعني نان ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج. هذول كيف كانت بتشتغل الانسيد زي الاسبرين والبروفين وغيرها من الادوية؟ كانت بتعمل انهيبيشن للكوكس انزيم. طيب الكوكس انزيم هذول لو انا عملت لهم انهيبيشن لدكاتره معناته انا بعمل انهيبيشن للسينثيسيس اوف البروستاجلاندين، فالحل اني انا بصرف لهذول البيشنت اسبرين نص ساعه قبل ما ياخذوا النياسين، وبالتالي بعمل انهيبيشن للبروستاجلاندين، وبالتالي نتيجه هذا الموضوع لما يصير عندي ديكريز في البروستاجلاندين معناته في عندي ديكريز ب اللي هو السايد افكت، وهي معلومه لكم بتفيدكم بالكلينيكال.
بحكي لي في سؤال 9. A 72-year-old man with hyperlipidemia and renal insufficiency. يعني هذا عنده الثنتين, renal insufficiency وhyperlipidemia. صرف له الدكتور high intensity atorvastatin. إيش هو الأتورفاستاتين؟ هو نوع من أنواع الاستاتين اللي حكينا له longer half life, واللي قلنا هو عبارة عن بوتنت, هو الرزوفة. ولما تسمع كلمة high intensity و low intensity للأمانة الدكتورة ما حكتهم, بس بالكلينيكال حتمر عليهم. شو معنى high intensity و low intensity؟ يعني أنا بصرف له اللي هو استاتين قوي بجرعة عالية, هاي معنى high intensity. واللو intensity يعني أنا بعطيه استاتين تمام, ممكن نفسه يكون مش قوي أو قوي بس الجرعة تبعته قليلة, هاي معنى high intensity ولو intensity. وهذا بيعتمد على أنت قديش بدك تعمل lowering للLDL. أكيد كل ما زادت الجرعة أنت بدك تعمل lower more للLDL. طيب إحنا أعطيناه high intensity atorvastatin لمدة 6 شهور, رجعناه نفحصه, طلع الLDL عنده 131, يعني نوعا ما أمور ممتاز. لترايجليسرايد عالي جدا, 710 يا دكتور. والترايجليسرايد أعلى إشي يعني 150. طيب والHDL عنده 32, قليل تحت الـ40. فبحكي لي مين أحسن agent أنت ممكن تعمل له combination add on, اللي هو إيش, another agent تمام, عشان يعمل lower للهايبرليبيديميا اللي عنده ويحسن الكونديشن. أنا لو جيت اطلعت هون مين اللي الهايبرليبيديميا اللي حاليا هو بيشتكي منها هي ارتفاع في الترايجليسرايد ونقص في الHDL, فأنا بدي agent يرفع لي الHDL بزيادة, وبدي agent يقلل لي الترايجليسرايد. طب الagent اللي بتقلل الترايجليسرايد وبترفع الHDL هم مين لي شغلتين, الفايبريت اللي هو الفينوفايبريت أو الجيمفيبروزويل, والثاني اللي عندي الخيار اللي هو النياسين الفيتامين B3. بتقول لي دكتور طيب ليش مثلا ما جبت سيرة الأوميجا 3 مع أنها بتقلل الترايجليسرايد؟ بقول لك يس, هي بتقلل الترايجليسرايد ولكن ممكن تعمل slightly elevation of LDL, وبالتالي أنا ما بديها, أنا بدي إشي بوتنت تكون المين ميكانيزم تبعته يشتغل على الترايجليسرايد ويزيد للHDL. فقدامي خيارين, إما الفينوفايبريت تمام أو الفايبريت اللي هو الجيمفيبروزويل كمان معاها, أو إني أستخدم النياسين. قلت لك أنا معلومة مهمة, هذا المريض شو بأخذ؟ بأخذ أتورفاستاتين. إذا بأخذ استاتين هل بزبط نعمل كومباينيشن ما بين الفايبريت درج والاستاتين؟ ممنوع. ليش؟ لأنه الاثنين لايبوفيليك, الاثنين بيأثروا على الكبد يا دكتور, الاثنين يا دكتور بيزيدوا الريسك فور بليد, الاثنين بيزيدوا الريسك فور مايوسايتس وميالجيا وغيرها, ممنوع نخلطهم مع بعض. فشو الحل أختار؟ الحل ما في قدامي إلا أني أستخدم النياسين, والنياسين اختيار موفق لأنه أكثر واحد فيهم بيرفع الHDL وبيشتغل ميني على تقليل الترايجليسرايد, فرح تتحسن الكونديشن عند هذا البيشنت. بحكي لي في السؤال اللي بعدي, which patient population is most likely to experience myalgia muscle pain يعني أو myopathy اللي هم side effect نتيجة لل HMG CoA reductase inhibitor؟ يعني هذول patient إحنا عطيناهم statin وبتوقع إنهم رح يشتكوا بكثرة من myalgia وmyopathy. يعني قصدك هذول نسبة الستاتين اللي عندهم اللي موجودة يا دكتور بالدم حتضلها عالية؟ 100%. طب يعني هاي بتأدي لتوكسيستي؟ بقول لك ياس 100%. طب خلينا نفكر احنا كيف ممكن نسبة الستاتين تعلى بالدم. هو الستاتين كيف بتكسر؟ قلت لك مينلي بتكسر بالليفر عن طريق السيتوكروم بي 450. طب الكبد كيف بيصرفه؟ بيعمل له اكسكريشن مينلي بالبايل سولت واسد وعلى الستول والفيسز, وجزء بسيط منه بروح على الرينال. وبالتالي اي مشكلة في الكبد, اي مشكلة في الكلى, راح يظل موجود الستاتين بالدم. وبالتالي شو الجواب عندي هون؟ البيشنت with renal insufficiency. طب دكتور البيشنت اللي عندهم جاوت ما إلهم دخل. طب دكتور البيشنت اللي عندهم هايبر ترايجليسرايديميا تمام برضو هذا الاشي ما إله دخل. يعني مش انه عنده هايبر ترايجليسرايديميا اعطته ستاتين فبزيد الريسك عندهم انه يصير, ما إلها دخل. انا بحكي عن اشي ادى الى توكسيسيتي, زيادة تركيز الستاتين في الجسم وما قدرت اني اصرفه خارج الجسم وعمل له اكسكريشن. انا بحكي عن رينال انسفيشنسي او ليفر ديزيزز او بروبلم. طب مين تتوقع يعاني اكثر, الناس اللي عندها ليفر ديزيز ولا رينال؟ لا دكتور الليفر لسه اكثر واكثر, ما هو مين اللي اكسكريتد بالفيسز وبالبايل اسيد وصولته بصير له ميتابوليزم وين؟ بالليفر. طب شو وضعه بالنسبه للورفرين؟ احنا قلنا انه ممنوع ينعطى مع الورفرين. ليش؟ لانه هو بيعمل ديسبليسمنت للورفرين, بزت الورفرين من الالبيومين المرتبط فيها وبزيد التوكسيستي للورفرين وبيعمل لي ما إلها دخل في الميوباثي والميالجيا. نيجي الآن على الهاي ييلد بوينت البوليتس اللي لازم تركزوا عليها. أول شيء لازم تركزوا على الميكانيزم في أكشن, أي دواء فيه ستاتين أو فاستاتين, روزوفا أتورفا لوفا اللي بدك إياها في لوفا ستاتين, كلياتهم يشتغلوا مينلي على الاتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتر اللي هو 3 هيدروكسي مثل جلوتاريل تمام, اللي هو إيش, كو انزيم اي ريدكتيز انهبيتر. اي دواء سألنا في حاله النياسين او فيتامين بي 3 او نيكوتينيك اسيد على شو بيشتغل مينلي؟ قلنا بيعمل انهيبيشن للفي ال دي ال واللايبولايسيس.
الفايبريت الفينوفايبريت والجيم فيبروزويل مهمة جدا، هذول بيشتغلوا بيزيدوا اكتيفيشن اوف بابار الفا جين على مستوى الموليكولر، وبالتالي بيزيد عندي الاكسبريشن اوف لايبوبروتين لايبيز اللي بدوره راح يكسر الفي ال دي ال والكايلومايكرون نيسنت. كمان حكينا عندي دواء الايزيتيميب، شو بيعمل الايزيتي؟ بيزيد ايزيتي، بيزيد الكوليسترول وبيمنع الابزوربشن. كمان عندي ادويه اللي بتبلش بكوليس كوليس كوليس كولزيفيلام كوليستايرامين كوليستيبول، هذول بايل اسيد ريزن او سكويسترانت او بايندر، حكينا بيرتبطوا بالبايل اسيد وبتردوها هي والسولت والفات وين الى خارج الجسم. حكينا الادويه اللي اخرتهم ماب، هذول مونوكلونال انتي بودي اليروكوماب. ايش حكينا الثاني؟ ايفولوكوماب، هذول بيشتغلوا على البي سي اس كي 9 انهيبيتورز، بيمنعوا تكسر ال ال دي ال ريسبتور، وقلنا هذول هم الموست بوتنت في اللورنج اوف ال دي ال. طب الاوميجا 3 كيف بتشتغل؟ بتعمل لور للفي ال دي ال والتراي جليسرايد سينثيسس، ولكن انتبهوا انه ممكن تعمل سلايت ليفيشن في ال دي ال اذا كانت على شكل الدي اتش اي. طيب الشيء اللي بدنا نركز عليه هون، انا اكثر شيء بيهمني الستاتين الفايبريت والاليروكوماب والايفولوكوماب تمام، والكوليستيرامين والايزيتيميب واللي حكت عنه الدكتوره مهم هو الفايبريت، فركزوا عليه. طيب الدرج درج انتر اكشن، حكينا مع مين موجوده؟ مع اي ادويه لايبوفيليك مع الورفارين، هذا اللي نذكر في المحاضره. الورفارين مع مين بتفاعل؟ مع الستاتين لانه لايبوفيليك، ومع الفايبريت الانذر لايبوفيليك والاوميجا 3. وحتى الاوميجا 3 قلت لكم مش بس بالانتي كوكيلانت، حتى الانتي بليتلت زي الاسبرين بتتفاعل معه وبتزيد الريسك فور بليدنج. الان ننتقل على الجدول المهم جدا في المحاضره اللي هو الاتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتر تمام، والفايبريت والنياسين والبايل اسيد سكويسترانت والكوليسترول ابزوربشن انهبيتر، يعني كل الكاتيجوريز تبعت الدرج كل واحده كيف بتشتغل بشكل اساسي. نبلش في اول واحد فيهم اتش ام جي كو اي ريدكتيز انهبيتر اللي هم الستاتين الى اخرهم فاستاتين، قلنا مين اللي بيقللوا ال دي ال؟ طلعوا قديش الديكريز عندهم لل دي ال، وبيزيدوا الاتش دي ال وبيقللوا الترايجليسرايد، ممتازين. ولكن احنا حكينا المين افكت للال دي ال. طب سؤال، مين اكثر دواء بوتنت؟ اسمع السؤال، في اللورنج اوف ال دي ال بتقول لي لا يا دكتور هذا البي سي اس كي 9 انهبيتر، هذول الاليريكوماب والاوفاريكوماب المونوكلونال انتي بودي هم اكثر شيء بيقللوا ال دي ال. طيب بعدين بصير عندي مين؟ الستاتين. يعني اول شيء عندي اللي هو البي سي اس كي 9 انهبيتر، بعدين الستاتين، بعدين البايل اسيد سكويسترانت لانها بتطرد ايش؟ الكوليسترول الى خارج الجسم، وبتطرد معها البايل سولت، فالجسم بصير يستهلك الكوليسترول انه يصنع منه بايل سولت مور. فهذول بالترتيب كالتالي، البي سي اس كي 9 هم اكثر ناس بقللوا ال دي ال، بعدين الستاتين، بعدين عندي مين؟ اللي هو البايل اسيد سكويسترانت اللي هم اخرهم كوليس كوليس كوليس. طيب بتقول لي دكتور بس مين الفيرست لاين ايجنت في ال دي ال؟ لورنج الستاتين. ليش؟ لانه بيعمل لي حمايه وبوسع الشرايين وبيعمل لي حمايه للشرايين وبيعمل تذويب او بيعمل يعني تميع بالدم ورخيص، فهي كلها عوامل خلته هو يكون الفيرست لاين ايجنت مش اللي هو البي سي اس كي 9 انهبيترز. طيب هاي خلصنا من موضوع ال دي ال. لو سئلت سؤال مين اكثر شيء فيهم بزود الاتش دي ال، انا هون بتطلع اللي بزود الاتش دي ال اكثر واحد فيهم النياسين. فالنياس يا ناس هو اكثر واحد بزود الكناس، النياس بزود الكناس، اكثر واحد فيهم بوتنت في زياده الاتش دي ال هو النياسين، بعدين بصير عندي مين؟ الفايبريت تمام، وبعدين الستاتين واللي هو البي سي اس كي 9 انهبيتر. وهي المعلومة مهمة، إذا ترتيبهم في زيادة الـ HDL إنه النياسين بعدين الفايبريت بعدين الأذر، نياسين فايبريت بعدين أذر. طيب لو سئلت أنا مين أكثر واحد فيهم بقلل الترايجليسرايد؟ بس عكس بين قبل شوي، يعني كنا نحكي النياسين هو أكثر إشي بزود الـ HDL بعدين الفايبريت، هسا في الترايجليسرايد الفايبريت أكثر إشي بقلل اللي هو الترايجليسرايد، بعدين بقل عندي النياسين، عشان هيك كنا نحكي في الفايبريت بنستخدمها في الهايبر ترايجليسرايديميا هي والنياسين. تمام، وبالتالي هاي الفكره نخليها في بالنا، بعدين بيجي عندي الستاتين. اذا مهم من الجدول نعرف انه اكثر واحد فيهم له افكت على ال دي ال مين؟ البي سي اس كي 9 انهبيتر، بعدين الستاتين، بعدين بيهمني تعرف انه له اكثر هايست لورنج افكت على الترايجليسرايد الفايبريت، بعدين النياسين. اللي بيزيد الاتش دي ال اكثر واحد فيهم النياسين، بعدين عندي مين؟ بيجي الفايبريت. لو سئلت مين اللونجر هالف لايف اند بوتنت ستاتين؟ اتورفاستاتين وروزوفاستاتين. اتورفاتول والروزوفا اللي بتترسب هذول الاثنين تمام، ايش مالهم؟ لهم لونج هالف لايف، بيطولوا بالدم عشان هيك بتاخذ مثلا مره باليوم، وبوتنت اقوياء بينزلوا ال دي ال منيح. شو الفيرست لاين ايجنت في ال دي ال اللي هو ايش؟ لورينج، وفي الحمايه من الاثروسكلوتيك كارديوفاسكولار ايجنت قلنا الستاتين. كل الادويه عيال في ال دي ال لورينج على الستاتين، يعني لا يعطوا لحالهم الا ان كومبينيشن وذ ستاتين.
الستاتين is contraindicated وين؟ قلنا الستاتين إذا تتذكر contraindication ذكر إنه لايبوفيليك دراج، فممنوع في البريجننسي باللاكتيشن، وممنوع كمان يا دكاترة في الأكيو أكتيف ليفر ديزيز. طيب النياسين، النياسين وين ممنوع؟ النياسين حكينا إذا بدك تتذكر هو ممنوع بسبب شغلتين، الأولى إنه لايبوفيليك دراج فممنوع في الليفر ديزيزز، وبسبب زيادته للهستامين والبروستاجلاندين اللي حكينا إيش الهستامين بيعمل زيادة بالأتسيال في المعدة، فبيعمل إيش ألسر وتقرحات، وبالتالي ممنوع بالأكتف بيبتك ألسر ديزيز. طب الفايبريت، الفايبريت قلنا هذا برضو إيش ماله، حكينا لايبوفيليك وبيطلع كمان حتى جزء منه بالرينال، فممنوع بالرينال إنسفيشنسي والهيباتيك إنسفيشنسي. الآن بدنا نذكركم كمان بالادفيرس افكت. يلا مين اللي بيعمل فلاش وومث وبروريتس بسبب زياده البروستاجلاندين والهستامين؟ عشان هيك حكينا بناخذ قبليه انسيد قبل بنص ساعه، وبيعمل هيباتو توكسيسيتي وكيميكال هيباتايتس، بيعمل نوزيا وابدومينال بين من الهستامين والاتسيال، بيعمل انهيبيشن لليوريكيز وهايبر يوريسيميا وجاوت، كلياتها هاي الادفيرس افكت اوف نياسين. مين اللي له مايلد جي اي ديستربنس از موست كومون، وقلنا هو الوحيد فيهم اللي جبنا فيه سيره الجول ستون وبيعمل مايوسايتس، هاي دكتور الفايبريت. طيب مين اللي بيزيد الليفر انزيم وبيعمل مايوباثي ورابدوميلايسيس، هاي الادفيرس افكت تبعت مين؟ تبعت الستاتين. مين اللي بيعمل اليرجيك رياكشن وريسبيراتوري تراكت انفكشن، والله هي دكتور تبعت البي سي اس كي 9 انهيبيترز. طيب اخر شيء نلخص موضوع الكومبينيشن، كل الكومبينيشن مسموحه باستثناء كومبينيشن واحد منعنا اللي هو مين مين ومين؟ الفايبريت زي الفينوفايبريت والجيمفيبروزول مع اي ستاتين، قلنا لانها بتزيد الريسك للهيباتيك توكسيسيتي وبتزيد الريسك للمايوسايتس والمايوباثي وغيرها، والاثنين لايبوفيليك دراج، فما بعطيهم مع بعض، هاي المعلومه خلوها في بالكم. طب واحد خلط نياسين وستاتين، ممتاز، النياسين كثير بيقلل لي الترايجليسرايد وبرفع الاتش دي ال، والستاتين برضه بيقلل الترايجليسرايد وبرفع الاتش دي ال وكثير بيقلل لي ال دي ال، فعملت انا خلطه على كيف كيفك، نفس الشيء الايزيتاميد مع ستاتين، نفس الشيء البي سي اس كي 9 انهيبيتر مع ستاتين، الاوميجا 3 مع الاذرز عشان اقلل الترايجليسرايد لاكثر من 300، اكثر عفوا اذا كانت الترايجليسرايد اكثر من 500 وانا بدي اقللها بربط اللي هو ايش، بربط الاوميجا 3 مع الاذرز. اذا هذول هم الكومبينيشن المسموحه، وحكينا عن الكومبينيشن اللي ممنوع. بتمنى يكون هذا الفيديو نال اعجابكم، تذكرونا بدعوه خير، تساعدونا على نشر فكره الدوره لزملائكم زملاتكم حتى يشتركوا ويستفيدوا زي ما انتم استفدتوا، ويعطيكم العافيه جميعا.